وحوشكم للزوال. مسيرة ثورة القيود تستمر في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين في سجون النظام، السجون التي امتلأت بأكثر من 4000 معتقل سياسي منهم رموز المعارضة التي تطالب بالتحول نحو الديمقراطية وعلماء دين. شيبا وشبابا، نساء وأطفالا، رفعوا الأعلام وخرجوا في مسيرة حاشدة بمنطقة عالي تضامنا مع معتقلي البلاد، كما رفعوا صور معتقلي الرأي وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية الوفاق سماحة الشيخ علي سلمان، وذلك تحت عنوان لن ننساكم. المشاركون في المسيرة طلبوا السلطة بالكف عن اتباع سياسة استهداف المعارضين والعلماء والحقوقيين وباللجوء إلى الحوار وتحقيق مطالب الشعب المحقة. وفي المعامير نظم الأهالي مسيرة حاشدة تحت شعار ثغور المسلمين تضامنا مع المعتقلين وتنديدا بازدياد وتيرة الاعتقالات التعسفية والانتهاكات التي يمارسها بيت الحكم ضد الشعب، إضافة إلى تهديدات قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية. المتظاهرون أكدوا استمرارهم في الحراك المطلبي حتى تحقيق مطالبهم العادلة. واستنكارا لتهديدات قوة دفاع البحرين جابت مسيرة حاشدة أحياء سماهيج. المحتجون رفعوا أعلام البلاد وأكدوا أن التهديدات والانتهاكات لن تهبط من عزيمتهم وتمسكهم بمواصلة حركهم المطلبي بسلمية حتى إطلاق سراح المعتقلين وتحقيق مطالبهم المشروعة.